24 حتى 10 جوان 24 كانت الأرقام زيادة في عدد الوافدين مقارنة بنفس الفترة من سنة 23 29.5% في عدد الوافدين، وفي الليل المقضات كانت 31.9%. هذا كي نحكيه على المقارنة بين سنة 23 و24. لكن الحاجة الباهية كذلك ولا تبشر بكل خير للموسم السياحي 2024 هو تقارب الأرقام مع سنة 2019 و2010 كسنوات مرجعية، حتى ما باش نكونوا واضحين حتى في عدد الوافدين فتنا تقريبا على الأرقام تاع 2019 اللي هي نفس أرقام 2010 كسنوات مرجعية في جهة المنافسين. ما تعلق بالسياحة الداخلية سي فوز؟ هو السياحة الداخلية في جهة المنستير ديما تقريبا كان ياخذ الأرقام تاع سنة 2023 تقريبا هي كأرقام ديما تقول عليها المنظمة العالمية للسياحة انه يكون تقريبا 40. عدد السياحة الداخلية 40%، هذاك اللي كان في جهة المنستير سنة 23 كان تقريبا السياحة الداخلية مثلت 40% من عدد الوافدين على نزول جهة المنستير. السنة كيف كيف تقريبا زاد في السياحة الداخلية وخواتنا التوانسة معناتها ثم تطور حتى 10 جوان ب 9.7%، جاءوا بحضرنا تقريبا 56,540,000 وافد على نزول جهة المنستير. بالنسبة للأسواق الأخرى يقدمها هو السوق التونسية هي الأولى. الأسواق التقليدية كانت موجودة في جهة المنستير حتى 10 جوان وإن شاء الله متواصلة بالفريكونس لموجودين وتواتر الرحلات على مطار المنستير، ونعرفوا أنه مطار المنستير يستقبل اليوم معناتها كثير من الرحلات الغير منظمة والمنظمة. بالنسبة معناتها كي نقولوا معناتها الجنسيات، كانت الجنسية الفرنسية هي تقريبا رقم واحد في جهة المنستير بزيادة 24.1% مقارنة ب 23، ديما نحكيو نفس الفترة من 1 جانفي حتى 10 جوان. نحكيو زادة على زيادة في عدد السياح البريطانيين في جهة المنستير تقريبا فتنا 100% وصلنا حتى 18,339 سائح وافد على جهة المنستير. كذلك السوق البولونية والتطور زاد في سوق البولونية في جهة المنستير اليوم، وهي والسوق التشيكية كذلك حاجة نجم نبني عليها أثناء في جهة المنستير هي السوق الجزائرية. السوق الجزائرية في جهة المنستير عملت أرقام معناتها خير من أرقام السابقة حتى خير من أرقام 2019، ونعرفوا أنه جهة المنستير هي جهة وسياحة فيها سياحة عائلية منذ تقريبا 7 سنوات توجه كان في جهة المنستير بالشراكة مع الجامعة الجهوية للنزل وأصحاب النزل في جهة المنستير أنه نمشيوا في النيشة هذه اللي هي السياحة العائلية. دونك والانفراستركتور موجودة في جهة المنستير خاصة كي نحكيوا على لي توبوغون اللي موجودين معناتها الالعاب المائيه في جهه المنستير، ونعرفوا لاكرياسيون دو جهه المنستير من اولها كانت هي نزل حدائق معناتها اوتيل شاردان، دونك ليسباس موجود وكبير. يعني ديما نقول لهم معناتها لي غران بارون يلقاو حظهم، لي بارون يلقاو حظهم، والصغار يلقاو حظهم في جهه المنستير والحمد لله. هذا عمل متواصل ان شاء الله معناتها اليوم بدعم من وزاره السياحه والديوان الوطني للسياحه. العمل هذا قاعدين نخدموا عليه، ما ننساوش بوكو داتو اليوم حسناهم في جهة المنستير كي نحكيوا على جزر قوريا والمنتوج السياحة الإيكولوجية اللي موجودة اليوم في جهة المنستير بجزر قوريا، نحكيوا على معناتها المنطقة السياحية، التنقل من في الجهة هذا الكل، ودائما جهة المنستير بشراكة مع ولاية المنستير والإدارات الجهوية في الجهة ديما نبدأ نحضروا في الموسم السياحي تقريبا من شهر جانفي كما قبل جانفي 23 جانفي سنة جانفي 24 انطلقنا في التحضير الموسم السياحي، وإن شاء الله معناتها تكون الأرقام جيدة وكما يقولوا معناتها إن شاء الله الموسم ناجح. أمين يا رب العالمين، موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا سي فوز بن حليمة مندوب السياحة بالمنستير. احنا مش نبعدوا برشا على المنستير، مش نبقى في